ورحب باستاذ عبد الباري عطوان. صباح الخير استاذ عبد الباري. صباح الخير لك ست، يعني احنا سمر وبنرحب فيك، والتحيه ايضا لكل المشاهدات والمشاهدين لهذا البرنامج الناجح. اهلا بك استاذ عبد الباري. ماذا يجري في غزه اليوم؟ وصف لي الوضع في غزه اليوم بعد كل ما جرى منذ 22 يوم حتى الساعه، بعد كل هذه الحمم، هذه الحديد والنار واللهب الذي يحرق فيه العدو الاسرائيلي غزه، بعد هذا الكم من المجازر المرتكبه بالشيوخ والنساء والاطفال وغيره، وبعد هذه الليله العصيبه، بعد تخلي العالم كله عربا وأجانب عن الشعب الفلسطيني وعن غزة تحديدا، فشل الخطوات الأولى في محاولة وقف إطلاق النار والتفاوض، وصف لي اليوم ماذا يجري في غزة. سيدتي، ما يجري هو تطهير عرقي، ما يجري هو إبادة، حرب إبادة للشعب الفلسطيني. يعني غزة أصبحت تشكل كابوسا وكارثة للعدو الإسرائيلي، فلذلك يعني يعتقدون بأن غزو قطاع غزة وقتل الأبرياء، قتل الأطفال، حتى الآن ما يقرب من 8000 شهيد، منهم على الأقل 3200 3500 طفل. هم بيعتقدوا أنهم بيقدروا يقضوا على حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى، وهذا لن يتم على الإطلاق. الشعب الفلسطيني أحبط الجزء الأكبر من هذه المؤامرة عندما يعني أفشل كل خطط التهجير. الشعب الفلسطيني يقول أنا سأستشهد على أرضي ولن أغادر هذه الأرض على الإطلاق وسأقاتل. المعنويات عالية جدا، وأنا على اتصال مع أهلنا في قطاع غزة بشكل يومي، لكن للأسف الآن يعني انقطع الاتصال كليا، وهذه جريمة حرب. يعني حتى تشوفوا قديش هذا العدو متغطرس وهذا مجرم. كلهم بيقولوا احنا فداء المقاومة، كلهم بيقولوا احنا ارواحنا من اجل فلسطين، والله ومن اجل العروبة ومن اجل الاسلام. تخيلي يعني الشعب غزة بيقاتل وبكافح وبحارب وواجه الموت والدمار، ولا زال يقول انه احنا جزءا اساسيا من الامة العربية ومن الامة الاسلامية. ومن المؤسف مثل ما تفضلتي ست سمر انه لا الامة العربية سائلة ولا الامة الاسلامية سائلة، شوية مظاهرات هنا شوية مظاهرات هناك، لكن يعني لن تستمعي إلى أي طفل من قطاع غزة يستنجد بهذه الزعامات العربية أو بهذه الزعامات الإسلامية. هم في الميدان، هم صامدون، وأنا متأكد بأن هذا العدو أو هذا الغزو البري يعني قد ألحق خسائر كبيرة جدا بهذا العدو الإسرائيلي. نعم أستاذ عبد الباري، رجال المقاومة جاهزين. نعم. أمس غفونا على أن إسرائيل قد تكون بدأت نوع من الاجتياح البري كما نقلت لنا بعض وسائل الإعلام. استفقنا على موضوع توسيع، أنه لم نقل غزو بري وإنما توسيع رقعة العمليات البرية ومحاولة إحداث نوع من القضم التدريجي لشمال القطاع. ما الذي حصل فعلا بالأمس؟ هل كانت عملية جس نبض لأي دخول بري؟ كيف ستكون رد فعل حماس عمليا؟ يا سيدتي، لماذا قطعوا الإنترنت؟ لماذا قطعوا الكهرباء؟ قطعوا الإنترنت والكهرباء حتى لا تظهر خسائرهم. هو في خسائر كبيرة، فلذلك لا يريد أن الرأي العام الإسرائيلي يعلم بحجم هذه الخسائر، ولا يريد أيضا الرأي العام العالمي أن يعرف أو يتعرف على ما جرى بليلة أمس. الآن الصورة مختلفة، مش ليست جس النبض. هم حاولوا جس النبض مرتين، مرة عندما عملوا إنزال يعني مصغر شرق مدينة خان يونس وهزموا هزيمة كبيرة جدا وانسحبوا بسرعة، والمرة الثانية يعني يوم أمس أيضا عندما حاولوا انزال في مدينة رفح على شاطئ مدينة رفح وهربوا وهزموا، وغنمت المقاومة العديد من المغانم والمعدات التي تركوها وهربوا.
حاربوا. هذا يعطيك انطباع بالضبط كيف تسير الأمور. أنا في تقدير الأمور تسير لمصلحة المقاومة، ولو كانوا الأمور تسير لمصلحتهم أنا أعتقد أنهم لسمحوا بالإنترنت وسمحوا بالقنوات الفضائية لكي تذيع أو تبث هذه الأخبار. الأمر الآخر الذي يريد الحديث عنه هو أنهم يعني لن يستطيعوا القضاء على حماس، لن يستطيعوا القضاء على فصائل المقاومة. يعني هم منظمة التحرير لم يقضوا عليها إلا بخديعة اتفاق أوسلو. أنا في تقديري الآن فصائل المقاومة على وعي بذلك، فهم الآن يقاتلون بصمت ويتصدون بصمت. وعندما يعني تنقشع غمامة الإنترنت سنشاهد دبابات، سنشاهد عربات مدمرة، سنشاهد أسرى جدد من الجيش الإسرائيلي. نعم أستاذ عبد الباري، هذا يأخذنا إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى موضوع أنه لماذا بعد كل هذا الوقت وحتى الساعة مع كل هذه الكمية من الدمار، هذه الكمية من سفك الدماء، لم يتحرك ساكنا لا في الأمم المتحدة ولا في المجتمع الدولي، على العكس هو يسلم بالكامل، طبعا أتحدث هنا على مستوى الأنظمة وليس على مستوى الشعوب، يسلم بالكامل لإسرائيل ويدعم بالكامل إسرائيل. مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن يهين الجميع صعودا ونزولا ولا أحد يستطيع لجمه، ويهين بما فيهم غوتيريش، ويستخف بمجلس الأمن ويستخف بالأمم المتحدة ويفعل ما يشاء. لماذا حتى ساعة لم يتجرأ أحد على اتخاذ خطوات تأديبية بحق إسرائيل في مجلس الأمن؟ وماذا عن ما هو ثمن وقف حقيقي، توصل لوقف حقيقي أو نسبي لإطلاق النار والغوص والخوض في غمار التفاوض؟ بس سمر، إذا كان العرب مش متحركين، إذا كان الحكومات العربية مش متحركة، إذا كانت الشعوب العربية اكتفت فقط بالمظاهرات هنا وهناك، طيب أنت بتتوقعي من السويدي مثلا ولا الدنماركي ولا الجنوب أمريكا اللاتينية أنه يتحرك؟ هذه المشكلة، المصيبة فينا إحنا، إحنا إحنا العار، إحنا العار علينا أنه ساكتين على ما يجري في قطاع غزة. كان لازم أنه يكون العرب يقفوا وقفة واحدة. طيب ليش ما صار مؤتمر عربي مثلا إذا افترضنا أن هذا النظام العربي ما زال صالحا؟ ليش ما شفنا تحرك؟ طب هاي الجيوش العربية إيش بتعمل؟ يعني صحيح أنه يعني الشعب الفلسطيني بيقاوم وبيقاتل باسم هاي الأمة من 75 سنة. طيب هذه الجيوش في إفريقيا تحركت، الجيوش خمس انقلابات طردت فرنسا كليا، وفرنسا أعظم من إسرائيل من كل القارة الإفريقية. طب إيش بتعمل الجيوش العربية؟ مش لازم هذه الجيوش تمارس ضغوطا على هالضباط وتقول لهم يا أخي اصحوا على دمكم؟ يعني إحنا الآن يعني هذا عار علينا، عار إلى يوم الدين. فإنه عدم تحرك العرب يعني إن إحنا أهل العروس، إحنا أهل القضية. إذا إحنا ما تحركنا، إذا ما تحركت هاي يعني طب يعني نتوقع من الآخرين يتحركوا؟ لا. هذه نقطة. النقطة الثانية، الحرب ما زالت في بدايتها، إحنا لسه يعني 22 يوم، إحنا لأول مرة الغزو البري اللي هو الحاسم في هذه المسألة صار له أقل من 12 ساعة. فأنا في تقديري الأيام الجاية ستكشف الكثير، وإسرائيل أنا في تقديري تخسر كثير جدا. الآن بدأ الرأي العام العالمي يتحرك، في شباب زي الورد على وسائل التواصل الاجتماعي بيسكروا صحيح مواقعنا، بيسكروا الفيسبوك، بيسكروا التويتر، بيسكروا، لكن بتضل في وسائل أخرى. ما في الجيل الجديد جيل صامد. نعم. وجيل تقول واعي وجيل تقول وطفر. أستاذ عبد الباري تقول أنه نحن لسه في بداية الغزو البري، إذن أنت تعتبر أنه سيكون هناك غزو بري بمفهومه الكامل، وإما سيكون هناك عمليات قضم كما ذكرنا وتوسيع لرقعة عمليات برية؟ يا سيدتي هم بيخططوا، والمقاومة على الأرض والشعب الفلسطيني على الأرض هو الذي يقرر. يعني خططوا الهجرة وبعتوا بلينكن اللي هو وزير الخارجية الأمريكي وزار دول عربية، والدول العربية بعضها وافق على تمويل اللي هي مدينة المخيمات في سيناء لترحيل حوالي 2 مليون فلسطيني، وكل شيء كان بيعتقدوا ماشي زي هم ما بدهم. إيش اللي حصل؟ فشل مشروع التهجير، فشل كليا، فشل في الأردن، فشل في سيناء. فهذا ولكنهم يستعيدون عن التهجير بالقتل بالذبح.
صحيح صحيح. يعني يا ست سمر، يعني الشعوب لا تستطيع الفرار من أقدارها، في أقدار، لكن المسألة بتعتمد على قديش النفس الطويل، قديش روح المقاومة، قديش الاستعداد للتضحية. يعني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما طول عمره محاصر وطول عمره مجوع وطول عمره في يعني حالة واجه احتلال، لكن هذا الشعب خلينا نكون واضحين، هذا الشعب هزم شارون، هزم الإسرائيليين وأجبرهم على الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، أجبرهم على الانسحاب لأنه نزلوا لهم من تحت الأرض زي العفاريت، جننوهم. شارون هرب وأخذ معه 17,000 مستوطن. ماذا سيفعل نتنياهو اليوم؟ سيهرب نتنياهو، سيهرب نتنياهو، سيسقط زي ما سقط شارون، سيسقط نتنياهو. هذا شعب، شعب عظيم، هذا شعب مقاوم، هذا شعب مقاتل، هذا شعب من تحت. هناك معلومات، هناك معلومات تصل أستاذ عبد الباري، لا نستطيع تأكيدها طبعا، ولكنها معلومات بث دعاية، منها ما هو على مواقع إسرائيلية ومنها ما هو على مواقع أخرى، ولكن بسبب قطع الاتصالات لا أحد يستطيع التواصل فعليا وعمليا مع أهلنا في قطاع غزة. أن هناك عدد من العمليات نفذ خلال هذه الليلة على الأنفاق، ويحكى عن تصفية قيادات، هل لديكم معلومات حول هذا الأمر؟ نعم، في صحف إسرائيلية تحدثت عن قتل قائد الهجوم هذا على قطاع غزة. نعم. تحدثت أيضا عن أسر جنرالات كبار في الجيش الإسرائيلي. هذا يعني هم الإسرائيليين اللي بيحكوا هذا الكلام، لكن رغم أنه في رقابة عسكرية مشددة جدا على الإعلام الإسرائيلي. طب إذا انتصروا، ليش الرقابة العسكرية هاي؟ إذا حققوا إنجازات وينها؟ طيب كمان إذا أسروا أو قتلوا قادة من حركة حماس ثم ذهبوا إلى القطاع من أجل تصفية حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى وخاصة الجهاد الإسلامي، طيب إذا كان نجحت خطتهم وإذا كان يعني حققوا اللي بدهم إياه، والله كان حطوا كل الصور على التلفزيون، ما أشترهم في الدعاية، لكن لأنه الخسائر عندهم والخسائر في صفوفهم مش مسترجيين يحكوا أي كلمة عن أي انتصار حققوه. ليش؟ لأنه المقاومة صحي، هاي المقاومة اللي هذه كتائب القسام اللي رتبت غزو كامل لجنوب فلسطين المحتل، ما يسمى بغلاف قطاع غزة، واستطاعوا أن يشلوا اللي هي الاتصالات العسكرية الإسرائيلية، وأن يأسروا 250 إسرائيلي ويقتلوا 1400 إسرائيلي، ومن ضمن الأسرى قادة كبار في الجيش، قائد القيادة الجنوبية أو المنطقة الجنوبية. فهذا يعني الله عرفوه بالعقل، الله ما شافوه لكن عرفوه بالعقل. طيب إذا كان عندهم انتصارات، إذا قضوا على المقاومة، طيب ليش ما يعلنوا؟ المقاومة صاحية يا ست سمر، المقاومة صاحية، في عقول جبارة. عرب اليوم أو عرب فلسطين مش زي العرب زمان، اتغيرت الدنيا وكل الوطن العربي تغير، والشباب الآن هم اللي بيقودوا وهم المتطورين وهم المتعلمين وهم المتدربين، فلذلك هم اللي فاجأوا الإسرائيليين مش الإسرائيليين اللي فاجأوهم. إذن أستاذ عبد الباري، على أي قاعدة ستبدأ عمليات ربما الحديث والوساطات اليوم؟ هناك وساطات اليوم قطرية، روسية، أيضا مصرية في موضوع ملف الأسرى. بالأمس كان هناك وفد من حماس يزور موسكو، هناك حركة دبلوماسية في هذا الإطار، ولكن الجميع يعلم أن هذا العدو، هذا الثور الهائج المجنون الذي اسمه إسرائيل، لن تسلم ولن تدخل إلى عملية جدية بتفاوض على أسرى أو بوقف إطلاق نار أو ما إلى ذلك إذا لم تحقق شيء يحفظ ماء وجهها أو تستطيع أن تواجه به شعبها في الداخل. فعلى هذه القاعدة إلى أين ستصل الأمور؟ يا سيدتي، أولا لم ينقذ ماء وجهه، لم يبقى في وجهه ماء عشان ينقضه حقيقة، هذه أساسية. ولن ينتصر في قطاع غزة، هناك الآن بدأت المعركة الحقيقية، هم كانوا مسيطرين على الجو، لكن المقاومة لها الأرض ولها ما تحت الأرض. يعني حتى هذه اللحظة لم نسمع إنهم قدروا يوصلوا لما تحت الأرض. يعني هاي معركة، يعني كل ما تطولت كل ما انتضح
العدو الإسرائيلي وكل من كشفت خسائره للعالم كله ولا أيضا لشعبه. الآن في انهيار الثقة وانهيار المعنويات في أوساط الإسرائيليين. يا ستي المطارات مسكرة، ما حدش بيقدر يطلع، عايشين في الخنادق في الملاجئ. فأنا الوساطات هاي للأسف معظم الوساطات أو معظم الوسطاء العرب متواطئين مع الولايات المتحدة الأمريكية ويتعيشون على فتات مساعداتها. هذولا مش وسطاء، هذولا مبعوثين من إسرائيل من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، يريدوا إنقاذ إسرائيل أكثر ما بيريدوا إنقاذ المدنيين والأطفال والشباب والمقاومة في قطاع غزة. هذه هي الحقيقة. لكن نعم. الآن لا، الآن المقاومة صاحية، يعني عندك ناس قيادة حقيقة جبارة، هذه قيادة عسكرية يعني عندها أعصاب حديدية تتمثل في يعني الضيف محمد الضيف، وتتمثل أيضا في اللي هو السنوار ورفاقهم في المعركة. هؤلاء لا يتصلوا على الإطلاق مع الوسطاء ولا يتفاهموا مع الوسطاء، لأنهم جربوا الوسطاء وخربوا بيتهم وبيتنا وبيت الأمتين العربية والإسلامية لما يعني لم يحترموا أي اتفاق وقعوه مع الإسرائيليين، ولا إسرائيل احترمت هذه الاتفاقات. الآن أسرى بده يكون في يعني استخدام هذه الورقة الاستراتيجية بطريقة فاعلة جدا لإفراج أو تبييض كل السجون. في 6,000 معتقل فلسطيني، أسير فلسطيني، هؤلاء لن تكون هناك أي وساطة إلا بالإفراج عنهم جميعا وعدم إعادة اعتقالهم. الآن في صحوة. بعدين الأمر الثاني يا ست سمر، لهم 22 يوم بيقصفوا في قطاع غزة، 22 يوم بيدمروا في قطاع غزة، ما استطاعوا يعتقلوا أو يقتلوا قائد واحد بارز من قادة المقاومة الميدانية في القطاع، ما استطاعوا يدخلوا نفق حتى هذه اللحظة. فالمسألة لسه الأمور بخواتمها وليست بالبدايات، هذه بدايات، وأنا في تقديري ستكون هناك مفاجآت كبيرة جدا، لأنه هذا الشعب شعب أسود، هذا الشعب نعم. شعب نمور، وهذه ذلك المقاومة بطلة. نعم. إزاء ذلك أستاذ عبد الباري، طبعا القوة والانتصار والبطولة تصعب الأمر أيضا على رغم جماليتها، هل سيسمح هذا المجتمع الغربي وثلاثة أرباع المجتمع العربي الذي يقف إلى جانب إسرائيل لن يسمح بانكسارها إلى أقصى حدود وأن يكون هناك هزيمة مدوية؟ إذن هل سنذهب إلى جبهات مفتوحة وربما إلى حرب أوسع إقليمية عالمية، سمها ما شئت؟ يا سيدتي، بس يا ست سمر بدي أذكرك، يعني في الانتفاضة المسلحة الأولى عام 2000 اللي أجت بعد انتفاضة الحجارة، كيف أجت؟ أجت بعد فشل اتفاق أو مؤتمر أوسلو اللي شارك فيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورجع من أوسلو وأنه يائس وفجر الانتفاضة. إيش اللي حصل؟ هاي الانتفاضة في الضفة الغربية، يعني طبعا في تكامل كامل بين الأشقاء في الضفة الغربية والأشقاء في قطاع غزة. إيش اللي حصل؟ حصلت أنه انتفاضة مسلحة، وحصل الجيش أو الأمن الفلسطيني انضم لهذه الانتفاضة، واستمرت أربع سنوات أذاقوا فيها العدو الإسرائيلي المر، وقتلوا أعداد كبيرة من الإسرائيليين. العالم في الأول كان متواطئ مع إسرائيل في بداية الانتفاضة المسلحة الأولى. بعدين إيش صار لما استمرت هذه الانتفاضة واستمرت الانتصارات وعزلت إسرائيل عن العالم وتدمرت معنويا؟ إيش اللي صار؟ طلعوا بخريطة الطريق، طلعوا العاده العالم رجع انه استسلم بانه هذا يعني خيار عسكري لانهاء هذه الانتفاضه وانهاء منظمه التحرير لن يتم. فطلعوا عملوا اللجنه الرباعيه وعملوا خريطه الطريق وضحكوا كمان مره على القياده الفلسطينيه قياده ياسر عرفات، وقالوا لهم لا خلص سنه واحده في غضون سنه حتقام دوله فلسطينيه مستقله. وللاسف بلعوا الطعم وانتهت الانتفاضه
وجرى اغتيال الرئيس ياسر عرفات. الآن الصورة مختلفة كليا، الآن تعلم الفلسطينيون من الدروس. هذا الموجودين الآن، الفلسطيني يقاتل على أرضه، مش يقاتل على أرض لبنان، يقاتل على أرضه وسينتصر على أرضه وسيقدم الشهداء على أرضه، ولن يستمع لهذا الرأي العام الدولي المنافق ولا لقرارات الأمم المتحدة حقيقة. بس صبر صبر، يعني النصر صبر ساعة. هؤلاء بإذن الله بإذن الله بإذن الله والله سيلقن هذا العدو الإسرائيلي درسا لن ينسى، وستكون برأيك أستاذ عبد الباري حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية جاهزة لحرب استنزاف طويلة الأمد؟ نعم يا سيدتي، حماس يعني حماس وفصائل المقاومة والجناح العسكري في حركة حماس القسام يا ستي عباقرة، 3 سنوات بيشتغلوا، عندهم 500 كيلومتر من الأنفاق، عندهم حقيقة يعني خطة عسكرية متكاملة، تدربوا على كل الأسلحة، عندهم مفاجآت. يعني امبارح أطلقوا صاروخ على تل أبيب، حرق تل أبيب، لسه في أسلحة ما طلعت لحتى الآن. في لما يعني اقتحموا جنوب فلسطين المحتلة، يعني كانت خطة عسكرية محكمة وأذهلت الإسرائيليين. والله عندي صديق في أمريكا واتصل فيه قال لي هذا الاقتحام جنوب فلسطين سيدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم كله، التنظيم، الدقة، فتح 80 ثغرة في الحاجز هذا اللي كلف 2 مليار دولار، والوصول إلى المستوطنات والوصول إلى البلدات الإسرائيلية. وبعدين يا ست سمر بدولك حاجة، إحنا طول عمر اللاجئين، إحنا اللي بنعرف الخيام، أنا مولود في خيمة، الآن الإسرائيليين حيولدوا في خيمات، الآن في خيام جنب إيلات، وفي خيام الآن في الشمال بعد إخلاء 5 كيلومتر في عمق الجليد. الآن الصورة بتتغير، هم بدهم وكالة غوث، هم الآن حيصير لهم أونروا. والله أنا متفائل جدا والأيام جاية. نعم. سؤال أخير أستاذ عبد الباري، إلى أي مدى ستؤثر أو سيؤثر ما يجري في غزة على مسار التطبيع الذي قيل بالأساس أنه ربما ما حصل في غزة هو لكبح جماح بعض الدول العربية التي جنحت ربما إلى ليس فقط إلى التطبيع، إلى ما بعد التطبيع؟ ما رأيكم في هذا الأمر، وهل فعلا سيكون الحل الوحيد لما يجري هو عودة وضع حل الدولتين على الطاولة؟ طبعا يعني هذا الحل الذي ولد في بيروت وفي قمة بيروت عمليا. يعني يسلم ثمك على كلمة جنحت، عجبتني كثير والله، يعني هيك انه فعلا هذول جنحوا للتطبيع. هذول للأسف للأسف لا يقرأوا، ما عندهم خبراء استراتيجيين، ما عندهم ناس بيعرفوا المقاومة ولا عندهم ناس بيعرفوا إسرائيل. هم اعتقدوا بأن إسرائيل تحميهم، إسرائيل مش حامي نفسها. إسرائيل الآن شفنا وين القبب الحديدية، وين مقلاع داود، وين المنظومة الثاد، وينها راحت هاي، وين الغطرسة الإسرائيلية هاي إنه إحنا أقوى جيش في المنطقة وأقوى ديمقراطية، وين راحت؟ كل هذا راح. هذولا مخدوعين، عرب مرعوبين، عرب يعني آمنوا إنه إسرائيل هي الحامية لهم، وهذه كلها حسابات خاطئة. سقطت كل اتفاقات التطبيع القديم منها والجديد، كله سقط. الآن في مرحلة جديدة، وهذه مرحلة حقيقة تعكس الحقيقة العربية، الصدق العربي، الشعوب العربية، الأجيال العربية. هذه الأجيال اللي الآن أصبحت تغير المعادلات، سواء كانت في الجيوش، سواء كانت في أجهزة الأمن، سواء كانت على التواصل الاجتماعي، تتغير. اللي حيتغيروا هم الأنظمة، هذه الأنظمة ستتغير، والله ستتغير. زي ما غيروا الأنظمة في أفريقيا والله سيغيروها في المنطقة العربية. فهاي البداية، ما يجري حاليا هو البداية. الشارع العربي كله، المواطن العربي كلهم ضد اتفاقيات التطبيع هاي، وحتى تعيين التطبيع خجلانين من حالهم، راحوا نزلوا رجعوا في جحورهم. لكن الآن اللي في الواجهة
هم الذين يدافعون عن كرامة هذه الأمة وعزتها وعن هذه العقيدة. وهذه حرب ستتوسع، وهذه حرب ستطول، وكلما توسعت أو طالت لن تكون لا في مصلحة أمريكا ولا في مصلحة العدو الإسرائيلي. في بس ثلاث مؤشرات بدي أقول لك عليهم. نعم، المؤشر الأول هذا هو الصاروخ الذي وصل إلى تل أبيب وأثبت أنه صاروخ دقيق جدا. نعم. الأمر الثاني هاي الهجمات اللي الآن تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا. صحيح. هذا تطور مهم جدا. الآن لسه يا ست سمر الله يخليك لسه الأمور بأولياتها، لسه بدينا إحنا. والهجوم على قاعدة في على على قاعدة التجسس الأكبر في إريتريا الإسرائيلي. وطبعا. نعم. وهذه في مين اللي عملها؟ أرخبيل هذا البحر الأحمر، جزر إسرائيل تأجرت ثلاث جزر ووضعت فيها قواعد وطيارات مسيرة على أساس أنه مرتاحة. يا ستي حتى الآن ما كشفوا ولا حكوا، يعني لما بيسكتوا الإسرائيليين معنى ذلك أنهم مهزومين، معنى ذلك أنهم خسرانين. فهاي الجزر يعني استطاعوا ونعت لا أستبعد أنه يكون مثلا يعني شقانا في اليمن، هذا اليمن الصامت، أنه يكونوا هم اللي قاموا بهذه العملية. وكمان أطلقوا صواريخ من نوع فتاح على إيلات واعترضتها اللي هي السفن البحرية. صحيح. الأمريكية. والأيام جاية يعني هذه إشارات على أنه الجميع صاحي واليد على زينات كما قال عبد اللهيان، بأن كل محور المقاومة يده على الزينات ويعني ينتظر الإشارة والحاجة في هذا الأمر. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم إلكترونية، شاركتنا مباشرة وحدثتنا من لندن. أهلا وسهلا بك، وسيكون لنا جولات لاحقة معك. أهلا بك أستاذ عبد الباري.